مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. يبلغ عدد المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم 10 ملايين تقريبا، أي ما يساوي ربع عدد سكان اليمن، ويعتمد عدد كبير من المواطنين على الحوالات المالية التي يرسلها ذويهم في دول الاغتراب بشكل كبير، خصوصا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب انقطاع الرواتب وزيادة العاطلين عن العمل بعد الانقلاب. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الوجهات الأولى لأكثر المغتربين اليمنيين بحثا عن سبيل للرزق من أجل عالة أسرهم. في الآونة الأخيرة واجه اليمنيون المغتربون عراقيل كثيرة بسبب الحرب التي تعيشها البلاد. كانت أبرز هذه العراقيل تلك التي واجهت المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث كانت اليمن ضمن قائمة الدول السبع التي منع مواطنوها من الدخول إلى أمريكا، ليتم بعد الاحتجاج على هذا القرار تقليص قرار المنع النهائي إلى وضع شروط معقدة، فيما أصدرت السلطات السعودية مؤخرا قانونا يقضي بفرض رسوم على مرافقي المقيمين فيها، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المغترب. عن هذين المحورين ستكون حلقتنا هذا المساء من برنامج المنصة. قبل أن نبدأ نتابع التقرير التالي والذي أعده الزميل عمار النهمي. يعد الشعب اليمني من أكثر الشعوب تغربا، فلا تكاد تجد دولة على الخريطة دون أن تجد فيها جالية يمنية كبيرة يغتربون لا لغرض الرفاهية والسياحة، وإنما ضاربون في الأرض بحثا عن سبل الرزق التي كادت تنقطع في بلادهم. تحتل الولايات المتحدة ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الوجهات الأولى لليمنيين المغتربين. كان الأمر قبل عقود بسيطا إلى حد ما، لكن مع ظهور الإرهاب الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية حجة للتضييق على الوافدين والصراعات التي شهدتها منطقة الخليج مع إيران، جعل الأمر أكثر تعقيدا في الحصول على تأشيرات الدخول أو تجديد الإقامات. عام بعد عام تزداد إجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها تعقيدا. في الآونة الأخيرة وضع دونالد ترامب بعد فوزه بمنصب الرئاسة قائمة لسبع دول، كانت اليمن إحداها. تنص القائمة على منع مواطني هذه الدول من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فخور فيكم يا جالية اليمنية الأمريكية في بكرة. رافق صدور القرار احتجاجات واسعة ليقوم القضاء الأمريكي بالتحفظ عليه. بعد أشهر من ذلك تم تقليص هذا القرار من المنع إلى وضع شروط معقدة على مواطني هذه الدول. ضمن هذه الشروط أن يكون للوافد الداخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مشروع تجاري فيها، أو أن يكون له أسرة أمريكية هناك، وهذا الأمر لا يتوفر لدى أغلبية اليمنيين المغتربين فيها. أما الصعوبات التي واجهها المغترب اليمني في دول الخليج خصوصا المملكة فقد كانت كثيرة، آخرها القانون الذي نص على تحصيل رسوم المرافقين مع تجديد الإقامة، حيث بدأ فرض الرسوم على مرافق الوافدين العاملين في المملكة بواقع 100 ريال شهريا من بداية يوليو الحالي، وستتم الزيادة كل عام لتصل في العام 2020 إلى 400 ريال على المرافق الواحد. يتغرب اليمنيون لا كرها في أوطانهم ولا حبا لمن فاهم، كل ما في الأمر أنهم يتغربون خوفا على أطفالهم من الجوع والعوز. يخرجون من وطنهم الذي أحاله الانقلاب والحرب والجوع والمرض إلى جحيم، ظنا منهم أن كل قطعة أرض خارج هذا الوطن بوابة للجنة، لينصدموا أنهم لم يهربوا من هذا الجحيم إلا إلى جحيم آخر. إذا تابعنا هذا التقرير عن محوري هذه الحلقة فيما يخص الإخوة المغتربين في المملكة العربية السعودية والقرار الأخير للحكومة السعودية، وأيضا القرار الأخير للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بوضع شروط ربما تحد من دخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة من خلال قنوات التواصل المفتوحة، سواء عبر الاتصال المباشر أو من خلال التعليق في صفحتنا عبر الفيسبوك. في المحور الأول إذن سنناقش القرار الذي أصدره القضاء الأمريكي على مواطني سبع دول من بينها اليمن، وسنناقش الشروط المطلوبة لدخول الولايات المتحدة ومدى تأثيرها على الوافدين اليمنيين وكذا أبعادها وتبعاتها. عن هذا الموضوع كما ذكرت سنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم من خلال منصات التواصل الظاهرة على الشاشة. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ زايد من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك زايد.
زيد. اهلا وسهلا فيك اخي الكريم، كيف الحال؟ الحمد لله. اخ زيد، هذا القرار ما هي تأثيراته على دخول وافدين يمنيين جدد الى الولايات المتحدة؟ هل هو فعلا يضع شروط معقدة على اليمنيين ام ربما الموضوع مفهوم بشكل مغلوط لدى البعض؟ والله هو القرار يعتبر يعني خلبطة لاوراق الكثير بمن فيهم المتضررين من الحرب في اليمن بشكل مباشر، وهم اولئك الذين ليس لديهم احد في الولايات المتحدة، كالفائزين بفيزا اليانصيب، كالطلاب مثلا. اما المغتربين التقليديين ممن لديهم اقارب داخل الولايات المتحدة فلا يمسهم بشكل مباشر. هو فقط يعني في اشرح لنا ما هي الشروط يا زيد. القرار الذي حصل هو حصل قرار منع من قبل الرئيس ترامب لسبع دول، ثم استثنت العراق لاسباب سياسيه، ومن ثم المحكمه الابتدائيه والاستئنافيه اوقفت القرار بشكل كلي، منعته بشكل كلي لاسباب كثيره منها كونه غير قانوني. لكن المحكمة العليا أصدرت قرار مؤقت، وهنا النقطة التي لا بد أن نعرفها ونعيها جميعا، بأن القرار مؤقت حتى يتم البت في القرار بشكل نهائي في شهر أكتوبر. القرار المؤقت أعطى لطرفي المعادلة في السياسة الأمريكية وفي نوعا من الفوز. فترامب حصل على جزئية الفوز بحيث أنه لم يسمح للجميع أو لم يوقف القرار بشكل كلي، وقد سمح لتطبيقه في ضد من ليس لديهم علاقة مع مؤسسة كجامعة أو شركة هنا، أو من ليس لديهم أقارب. الطرف الآخر حصل على جزء مما يريد، بأنه سمح لمن لديهم علاقة مباشرة ومن لديهم علاقة مع مؤسسة أمريكية بالدخول. المتأثرين الأول الأكثر من أبناء اليمن هم الفائزين باليانصيب، لأنه بالطبع ليس لديهم علاقة مباشرة مع مؤسسة أو وليس لديهم أقارب داخل الولايات المتحدة، فعمليا القرار يمنعهم. المتأثرين الآخرين هم أصحاب فيزا السياحة، لأنه ليس لديهم جهات تعرف بهم داخل الولايات المتحدة. يعني لا ضرر كبير على اليمنيين من هذا القرار؟ بلى، ضرر كبير. نحن اليمنيين نمتلك متاجر هنا وتجارات، ونركن كثيرا على القادمين من اليمن، من خصوصا مؤخرا أصحاب الخبرات الفائزين في اليانصيب يمتلكون خبرات نحتاجها كثيرا في وتعيننا في تجارتنا هنا. فالكل متأثر بشكل او باخر. طيب اشرح لي كيف سيتأثر من هم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من هم اصبحت لديهم الجنسية الأمريكية وايضا اصبحت لديهم الجرين كارد، كيف سيتأثر؟ على سبيل شخص يمتلك متجر وهو ينتظر العمالة الوافدة من اليمن، والعمالة مؤخرا القادمة من اليمن تمتلك مؤهلات، وهم مثلا أصحاب اليانصيب، لكي تفوز بفيزا اليانصيب لابد أن يكون لديك شهادة أو شهادة عالية، وهؤلاء يعملون بشكل مباشر في الارتقاء بأداء اليمني الأمريكي المغترب، وهذه جزء من الـ طيب هذه النقطة واضحة أن دخول وافدين جدد ربما قد يكون فيها إشكالية بسبب هذه الشروط، لكن ما علاقة من يفوز ويحصل على فرصة دخول أمريكا باليانصيب؟ ما زالت الفرصة موجودة يعني؟ لا عمليا لا يمكن لهم. لم أفهم سؤالك. يعني فرصة اليانصيب معروفة أنها متاحة لكل الناس في كل دول العالم، هل تم حتى استثناء اليمنيين منها أيضا؟ تريد أن تقول ذلك؟ لا 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 لا، الذين فازوا لا يستطيعون أو معاملاتهم لا تتقدم، القرار أوقفها لأنهم استثنوا أو طبق عليهم القرار، منعوا من الدخول حتى تبت المحكمة بشكل مباشر، لأنه بشرك الله بالخير يا زيد، على أنك ناوي يقدم باليانصيب. شكرا لك زيد. أقول لك بشرك الله بالخير، يعني حبطت، أنا كنت ناوي أقدم باليانصيب. شكرا لك يا زيد.
الله معك. شكرا لك زيد. إذن زيد شرح وفصل ربما كثيرا عن تفاصيل هذا القرار والشروط المطروحة من السلطات الأمريكية، قال ربما هي تكون استثناء لمن يريد التقديم بشكل جديد لا علاقة له بأمريكا، ليس لديه أقارب من الدرجة الأولى، وتأثيرات محدودة بالنسبة للمقيمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لن يكون لهم تأثير بشكل مباشر إلا في نقطة استقدام عمالة جديدة في العمل معهم. اتصال آخر. ناجي، أهلا أستاذ العزيز. أهلا أخ ناجي الحجاجي من الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا لديك بخصوص هذا القرار وتأثيراته على اليمنيين؟ إلى أي حد سيتأثر اليمنيين من هذا القرار؟ في نظري أن تأثيرات القرار الجديد بالنسبة لليمنيين تمسهم بنسبة 99%، لأن الفئات المستثناة من القرار أغلبها من يتقدم اليمن على الحصول على الفيزا والهجرة إلى أمريكا هم من الأقارب، ويقصد بذلك أقارب الدرجة الأولى، الزوجة، الزوجة، الابناء، الابن والأم إلى آخره. الحظر الحالي لا يعترف بالقرابة الدرجة الثانية كما يسميها القرار، اللي هو العمة، العمة، الخال، والجدة وإلى آخره. ماذا نظرنا للجوهر القرار نجد أن اليمني إذن يتضرر كليا كباقي الدول اللي شملتها القرارات، خصوصا نسبة 90% من اليمني الذي يتقدمون للحصول على الفيزا لأمريكا هم من أقارب الدرجة الأولى. مؤخرا وحسب ما وصلنا من بعض الأخوة اليمنيين المقتربين هنا أنه تم رفض البعض تقدموا الفيزا للحصول على فيزا من أجل إكمال المعاملة في أثيوبيا تماشيا مع القرار الجديد، تم رفضهم، وهم لديهم أقارب استدعوهم في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم لديهم أقارب، وتم رفض الفيزا المقدمة إلى أثيوبيا من أجل استكمال بعض المعاملات. والحجة؟ الحجة تماشيا مع قرار المحكمة العليا. طيب يقال أن القرار المحكمة العليا هناك استثناء للأقارب من الدرجة الأولى، يعني هناك استثناء بس القرار الجديد لا يعترف بالأقارب بالقرابة من الدرجة الثانية. طيب تأثيرات هذه القرارات على اليمنيين من حاملي الجنسية الأمريكية وحاملين الجرين كارد، هل هناك تأثير؟ لا يوجد تأثير. بالنسبة لليمنيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، أصحاب الجنسية الأمريكية وأصحاب الإقامة الدائمة الجرين كارد، لا يوجد تأثير. فقط هي قرار قد ربما التأثير سيكون على اليمنيين الذين قدموا طلبات اللجوء، وهنا هم الأكثر تضررا من القرار. فقط من هم من أقارب من الدرجة الثانية. صحيح. طيب هذا في نقطة الاستدعاء، ماذا في نقطة مثلا من لديه الرغبة في الدراسة، في زيارة سياحية، لا يمكنه دخول أمريكا الآن وفق هذا القرار؟ وفق القرار الحالي بالنسبة للفيزا السياحية لا يمكنها الدخول لمدة 3 أشهر حتى يبث القرار في شهر أكتوبر. أما بالنسبة الفيز للطلاب أعتقد أنه يتم النظر فيها. طيب أخ ناجي توقعاتكم خلال 3 أشهر القادمة التي يتم خلالها دراسة هذا القرار، هل يمكن أن يرفض هذا القرار أو أن يتم استئناف يرفض وتستثنى اليمن وباقي الدول؟ ما هي توقعاتكم في خصوص هذا الموضوع؟ أعتقد أن القرار سيطبق جزئيا ليس كليا كما نص في شهر مارس كما نص القرار كليا، سيطبق جزئيا هو من أجل حماية ما يسمى بالأمن القومي الأمريكي وإلى آخره. شكرا جزيلا لك أخ ناجي. لدينا اتصال آخر في هذه النقطة، لأنه عقيل. ألو. أهلا أخ عقيل. يا مرحبا أستاذي العزيز، أهلا وسهلا أخ عقيل. تعليقك حول الموضوع وتأثيرات هذا القرار عليكم وأيضا على استدعاء مغتربين آخرين، وأنت بالتأكيد استمعت إلى حديث الأخ ناجي والأخ زيد قبلك. والله بالنسبة للقرارات الأخيرة جعلتنا نعيش في حالة من عدم الاستقرار والخوف من المستقبل، هذه أهم ما نعانيها الآن، لأننا أصبحنا نشعر أننا لسنا في أمان حتى وإن كنا من حملة الجنسية الأمريكية أو حملة الجرين كارد والمقيمين.
لأن قرار مثل هذا بصراحة مخالف للدستور والقوانين التي بنيت عليها أمريكا، جعلنا نعيش في نوع من الخوف من المستقبل. ناهيك أنه هناك الكثير من العوائل الحاملين للجنسيات واليمنيين الأمريكيون موجودون في أو عالقون في كثير من البلدان مثل الجزائر وجيبوتي وماليزيا ومصر والأردن، على أمل أن يبدأوا في ملفات جديدة أو معاملات جديدة. وهؤلاء طبعا توقف بعد صدور القرار، لن تسمح لهم أو لن يسمح لهم بالدخول إلى السفارات لتقديم ملفات جديدة. طيب لم يسمح لهم بالدخول إلى السفارات في الجزائر وجيبوتي لأنهم أقارب من الدرجة الثانية ربما، لأن القرار يستثني من هم من الدرجة الأولى، ولكن من هم في الدرجة الثانية من الأقارب هم يشملهم قرار المنع. القرار طبعا يستثني المعاملات الجارية، أصحاب المعاملات الجديدة ومن لديهم ملفات جديدة ينوون بالبدء في المعاملات. هناك تأخير وعرقلة واضحة وإغلاق بعض القنصليات أو السفارات الدبلوماسية مكاتبها لفترات محدودة، رفض استلام الطلبات الجديدة، وهذا يشكل عائق. ليس هناك تسهيلات البتة بالملفات الجديدة حتى من كانوا من الدرجة الأولى والأقارب الدرجة الأولى. يعني في جيبوتي مثلا رفضوا استقبال الملفات لفترة معينة، بعدها سمحوا، بعدها أقفلوا، بعدها هذا يشكل عبء ويثقل كاهل المغترب، لأن هناك مصاريف يتحملها يعني المغترب وتكاليف المعيشة في هذه البلدان، وتشكل عليه ضغط كبير. أيضا إلى أنه مقفلوا باب الدراسة، ونحن كنا نعمل أن نساعد الكثير من أبناء اليمن يعني بالدخول إلى هنا، تقديم في الجامعات وتسهيل دخولهم المتحدة باستغلال هذه النقطة، لكن أيضا الباب أقفل يعني تقريبا، أو يعني هناك عرقلة واضحة للمعاملات الرسمية. طيب معلومات أكيدة فيما يخص الدراسة أنه أقفل الباب بشكل نهائي، ما هناك استثناءات؟ لأنه حتى وإن كان لديك قبول من إحدى الجامعات الأمريكية وكنت تحمل الجنسية اليمنية غير مسموح لك؟ نعم 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 عزيزي، حتى أصبح الدخول صعب يعني عبر فيزة الدراسة، حتى لو يعني طلعنا قبول من بعض الجامعات هنا، إلا أنه لا أعتقد أن هناك أي قبول لأي نوع من أنواع هذه الفيزة التي هي الفيزة الدراسية. طيب شكرا جزيلا لك أخ عقيل من الولايات المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية القنصل الفخري في ولاية سان فرانسيسكو منصور محمد إسماعيل. أهلا بك أستاذ منصور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. بداية، ما هي الخطوات أو الإجراءات أو التحركات بشكل عام التي قمتم بها للتعامل مع هذا القرار فيما يخص اليمنيين؟ أولا السلام عليكم. الشيء الثاني أنه فيما يخص القرار الظالم الذي صدر على الست دول ومنها اليمن، نحن بدورنا التقينا بعدة جهات مع محامين مع منظمات حقوقية، ولا زلنا نجتمع. كنا قبل أسبوع في اجتماع، وفي الأسبوع القادم لدينا اجتماع مع عمدة سان فرانسيسكو وبعض المنظمات بهدف محاولة إلغاء هذا القرار، لأن هذا القرار ظالم ويؤثر على كثير من المغتربين. مع العلم أنه لا يوجد أي يمني في الولايات المتحدة مثل ما يصنف إرهابي، معظم المغتربين اليمنيين هم أكثر من أي جالية أخرى، يعملون ليلا ونهار ويهمهم هذا، إن كانوا عمال وإن كانوا طلاب. نحن تحدثنا مع الجهات المختصة أن هذا الطالب أتى من أجل دراسته. المشكلة معنا أيضا مع الأشخاص الذين كانوا في الولايات المتحدة أو وصلوا بهدف الزيارة وأصبحت وأعطوهم سنة ونص، الآن نحن نتخوف بعد السنة والنص ما الذي سيحدث، ولذا نحن نريد أن نستبق الأحداث ونلتقي مع المنظمات بحيث إما أن يعطوهم تمديد لمدة سنة ونص أخرى، أو ما هي الإجراءات التي ممكن أن تتبع، لأنه لو حصل ولم يمددوا لهم سيتم تزفيرهم من الولايات المتحدة، وهذا ما لا نتمناه. ونحن واثقين أننا سوف نعمل مع الجهات المختصة
لمنع ذلك ومحاولة تمديد ذلك لمدة سنة ونص أخرى. طيب أخ منصور، ما حجم الضرر الذي يلحق باليمنيين من هذا القرار؟ هناك حالة لغط ربما عند الناس وعدم فهم لهذا القرار وحيثياته. أولا شوف، الأشخاص الذي وصلوا بهدف الزيارة سيؤثر عليهم، في البعض من يعمل ساعات معينة وسمح له بأن يعمل على أساس يعني يواصل دراسته، لأنه الآن هي مشكلة في اليمن، أنت تعرف أنه كثير من المناحات الدراسية موقفة، ولذا اعتمد الكثير من الطلاب اليمنيين على أن يعملوا من 4 إلى 6 ساعات وثم يواصلوا دراستهم، وإذا منعوا من العمل هذه بيكون مشكلة. لكن مثل ما قلنا نحن سنلتقي مع المنظمات ولدينا محامين. أخ منصور، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ منصور محمد إسماعيل قنصل فخري في ولاية سان فرانسيسكو. إذن هو تحدث عن تحركات لهم ربما في الداخل الأمريكي للبحث في هذا القرار ومحاولة منع إقراره واستثناء اليمن من. شكرا جزيلا لك على كل المعلومات التي قدمتها. نذهب الآن لمتابعة، كنا طرحنا تساؤلات عن تأثير هذه القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية على المغتربين اليمنيين، وصلتنا بعض التعليقات نقرأ جزء منها. الأخ محمد الأديم يقول: التأثيرات الجديدة للقرار تمس المغترب اليمني بنسبة 99%، إذا نظرنا إلى الفئات المستثنى من القرار أغلب من يتقدم من اليمنيون للحصول على الفيزا والهجرة إلى أمريكا هم من الأقارب، ويقصد بذلك الأقارب كما حدد القرار من الدرجة الأولى، الإبن، الإبنة، الزوجة والزوج، الأب والأم. أما الحظر الحالي لا يعترف بالقرابة من الدرجة الثانية كما يسميها، وهم العم والعمة والخال والجد وإلى آخر باقي أفراد الأسرة. هذا ما جاء في نص القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر، حيث يتم البث كليا في القرار. طيب مشاركة أخرى، ناجي يقول: نظرا إلى أغلب طلبات اللجوء لليمنيين التي كانت قد قدمت مسبقا لن يتضرر أصحاب تلك الطلبات، النظر في طلبات اللجوء في أمريكا تتأخر جدا، في نظرنا أن القرار هذا يستهدف بدرجة كبيرة مقدمين طلبات اللجوء الإنساني، لأن إذا طبق القرار الحالي لا يستطيع أي يمني تقديم على فيزا ما لم يكن طالب أو لديه أقارب من الدرجة الأولى، خوفا من قدوم إلى أمريكا وتقديم طلب اللجوء. وشروط طالب اللجوء هنا هو أن يكون في الأراضي الأمريكية كي يقدم طلب لجوء. مشاركة أخرى، توفيق يقول: نظرا إلى جوهر القرار نجد أن اليمني لن يتضرر كليا كباقي الدول التي شملتها القرارات، خصوصا أن نسبة 90% من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على الفيزا إلى أمريكا هم من الأقارب من الدرجة الأولى كما حددها القرار، والتأثر هنا ظهر جليا ومؤخرا على بعض اليمنيين الذين يتكبدون معاناة السفر إلى أثيوبيا، تم إشعار بعض منهم برفض الدخول إلى أثيوبيا تماشيا مع القرار الجديد. طيب إذن وبالطبع ووفقا للأوضاع الراهنة فقد زادت الصعوبة التي يواجهها المغترب اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السابق، خصوصا بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم الذي انعكس سلبا على الوافدين اليمنيين إليها بسبب الشروط التي زادت من تعقيد الحصول على فيزا الدخول. عن هذا الموضوع أيضا نعرض مشاركات مصورة لمغتربين يمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. بالنسبة للتأثيرات، تأثيرات القرار على المغتربين اليمنيين، فأظن أنها التأثيرات ستكون بنسبة 90 إلى 99%، لأن أغلب من يتقدمون على الفيزا هم من الأقارب الدرجة الأولى كما حدد القرار، الأبناء، الزوجة، الزوج، وهذا هم الدرجة الأولى. في ظني أن القرار يستهدف بدرجة أولى هم اللاجئين مقدمين طلبات اللجوء، لأن من شرطات طلبات اللجوء في أمريكا أن تكون في الأراضي الأمريكية كي تستطيع تقديم طلب اللجوء، بذلك يتم قطع طلبات اللجوء على اليمنيين وغيرهم. السلام عليكم. تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية هي كانت صعبة من قبل وأصبحت صعبة، يعني ما في شيء جديد، ما قمناش احنا في يوم وليلة وحصلناها صعبة، يعني اللهم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصبحت واضحة أكثر بالشروط التعجيزية اللي كانت موجودة من قبل، وما زالت أمريكا أحسن من كثير من الدول العربية الشقيقة التي تفرض رسوم على مقيمينها مع أسرهم، يعني رسوم شهرية مع المقيمين مع الأسر، ومنعهم من كثير من ممارسة كثير من الشغلات داخل الأراضي، زي ما تقول جزية، هذه جزية، أخذ الجزية بس على المسلمين.
بالنسبة لقرارات ترامب الأخيرة جعلتنا كمغتربين يمنيين نعيش طبعا في جو من عدم الاستقرار، يعني لا ندري ماذا يخفي لنا المستقبل في الأيام القادمة، خصوصا ناهيك عن وجود كثير من المغتربين عالقين في معظم الدول مثل جيبوتي والجزائر وماليزيا، توقفت معاملتهم بشكل كامل، وهذا يشكل عائق كبير على المغترب وعلى أبناء الجالية اليمنية في أمريكا. في المحور الثاني سنتناول قضية تخص المغتربين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية ومعاناتهم جراء فرض الرسوم على المرافقين والتابعين. سنناقش انعكاسات هذه القرارات عليهم وعلى أوضاعهم المعيشية على المدين المتوسط والبعيد. وفقا للقرارات السعودية فإن من ستشملهم إجراءات التحصيل من التابعين هم الزوجة والأبناء والبنات دون سن 18، ومن المرافقين الأب والأم والأبناء فوق سن 18 والزوجة الثانية، إضافة لوالد الزوجة ووالدتها، فضلا عن أفراد العمالة المنزلية الذين هم تحت كفالة المقيم. بانتظار مشاركاتكم واتصالاتكم عن هذا الموضوع. لدينا اتصال من الأخ عبد الرحمن من جدة. أهلا بك عبد الرحمن. طيب لدينا اتصال آخر. طيب نتابع مشاركات وصلتنا وتعليقات عن الموضوع عبر الفيسبوك. فايز يقول بلا شك أنها أثر سلبية جمع على المواطن اليمني في الداخل والخارج أيضا، فقد يكون المغترب هو المعيل الوحيد لأسرة كاملة، فمن الطبيعي أن يتأثر داخل الأسرة إلى الأسوأ أو الذي أسرته معه في أرض الغربة. من الصعب تطبيق نظام الرسوم، فيضطر لأن يقوم بترحيلهم، وإن لم يكن معهم فسيلحق بهم معنا الأيام، القرارات لا ترحم. سليمان يقول هم يريد أن يقول هم أحرار في بلدهم، لو كان عندنا رئيس عادل ويهم المواطن ما كنا متغربين من أصله وكنا عايشين ببلدنا معززين مكرمين. طيب الأخ خالد يقول مصيبة تضاف إلى جملة المصائب على المواطن اليمني. لدينا مشاركة أخرى أيضا. ماجد يقول يناشد المنظمات الإنسانية تعطيهم مساعدات لأن حق تجديد الإقامة ما راح يقدر يدخلها في السنة. الرحيل إلى البلد صار ركام من الحرب، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا حاول أن أجتهد بقراءة المشاركات. طيب فقط نود التذكير أن المديرية العامة للجوازات السعودية أوضحت لمتابعيها على تويتر أن المستثنين من قرار المقابل المالي هم المعفيين من رسوم نظام الإقامة فقط، وبحسب المادة 31 من نظام الإقامة فإن المتعاقدين في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية ومن يعولونهم إضافة إلى طلاب العلم الأجانب الملتحقين بمؤسسات تعليمية سعودية لا يشملهم قرار دفع الرسوم. طيب القرارات بطبيعة الحال لم تجد ارتياح لدى المغتربين لكونها تضيف عليهم أعباء مالية تضاعف من مسؤولياتهم وتمس استقرارهم المعيشي، وقد اعتبره البعض قرارا لترحيل العمالة على المدى البعيد. في نفس السياق قال مهتمون سعوديون إن دخل السعودية من الرسوم المفروضة لن يتجاوز 11 مليار، بينما سيخسر الاقتصاد السعودي في حال رحيل العمالة المتضررة 45 مليار، متسائلين عن جدوى صدور مثل هذه القرارات. طيب فقط إلى حين أكمل بتقديم المعلومات أقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. الأخ فكري هزابر يقول كيف تريد للمواطن أن يتعامل مع الشروط بينما الحكومة متواجدة في الرياض ولم تحرك ساكنا؟ نحن الآن بين نارين، نار القرارات ونار الحرب، وحكومة صامتة كل ما يهمها هو امتلاء جيوبهم. طيب الأخ محمد يشكرنا على تناولنا للموضوع. أيضا آخرين شكرا لكم. أيضا مشاركة من الأخ محمد الشرعبي يقول يا أخوك ما فيش فائدة قبل القرار وبعد القرار. الأخ عبد الوهاب ضبعان يقول على الحكومة اليمنية التحرك لأن بلادنا تمر بوضع استثنائي. الأخ محمد حسن يقول أيضا يطالب الحكومة بالتحرك. كان لدينا اتصال. الأخ سمير الصلاح، أهلا بك سمير. أخ سمير أهلا وسهلا بك. أخ سمير إذن ما هي الآثار التي ستترتب على هذه القرارات تأثيرتها على المغتربين اليمنيين، ونحن ندرك لحجم العمالة والمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية؟
نعم يا أستاذ العزيز، أولا يجب أن نؤكد على نقطة هامة قبل الحديث في الموضوع، أن لكل بلد الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبا لأمنها واستقرارها واقتصادها. لكننا نتحدث هنا عن جزئية مهمة جدا فيما يخص المغتربين اليمنيين. نتحدث عن أكثر من 3 مليون مغترب يمثلون أو يشكلون رافد معيشي لأكثر من 15 مليون يمني في الداخل اليمني. هذه جزئية أولى. الجزئية أن الكثير من اليمنيين، ونحن الآن نتحدث عن رسوم جديدة أخ سمير أكمل تفضل. أخ سمير طيب، عن قرار فرض رسوم على المقيمين وأثري على اليمنيين، وصلتنا أيضا تعليقات من يمنيين لهم أقارب مغتربون، نتابع جزء منها. يضطر المواطن اليمني للسفر إلى السعودية باعتبارها البلد الأنسب والأقرب لنا نحن اليمنيين، حيث مناخها الملائم لممارسة الإبداع ممارسة الوظيفة، واعتبار اليمن بلد حرب، ويضطر المواطن اليمني للهروب هو وأسرته إلى البلد كالسعودية. الإجراءات الأخيرة اعتبرت يعني عبء على المواطن اليمني بفرض يعني رسوم عليه وعلى أفراد أسرته. نأمل من السلطات السعودية أن يعني تتفهم الوضع وأن تعامل اليمنيين كمعاملة استثنائية باعتبار ظروف المرحلة الراهنة كالحرب. الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية تعتبر عبء ثقيل على المواطن اليمني، لا سيما الظروف التي يعيشها المواطن اليمني من ظروف اقتتال وحرب داخلية. فنرجو من المملكة العربية السعودية تفهم وضع اليمن واستثناء اليمنيين من هذه الإجراءات. الوضع في اليمن مدمر حاليا، تقريبا الحوثي خرب أسر ودمر بيوت في اليمن، واليمن تحدرت، والسعودية هي بالطبع هي الجار الوحيد والمساعد لنا واللي وقفوا معنا ضد الحوثي، وإن شاء الله السعودية تساعد الشعب اليمني وتخفف عنهم. نقول للسعودية اليمن يعني في مأساة وحرب، ولازم يعني أن يخففوا من أحزانهم، ونرجو من السعودية أن يعني اليمنيين في حزن ولازم يزيدوا الحزن هناك، هم هربوا للأمان ولازم يعني هناك يلقوا زيد أمان، ونرجوهم أن يحلوا أوضاعهم هناك يعني يصلحوا أوضاعهم. إذا تابعنا هذه المشاركات حول الموضوع. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. كل عام وأنتم بخير أخي الكريم أولا. وأنت بخير مؤخرا، وانتهى العيد، ربما العيد القادم إن شاء الله. معكم ناصر الديب بجنف النعماني من الرياض المملكة العربية السعودية. أهلا بك أخ ناصر. إذن هذا القرار كيف ستتأثرون منه، وماذا الآن بيد المغترب اليمن لمواجهة هذا القرار؟ أولا أخي الكريم، كما أسلف المتصل السابق أن المملكة العربية السعودية لها الحق فيما ترى مناسبا لاقتصادها أو لانتعاش اقتصادها، ولكن لابد أن نلاحظ أو نضع موضوع مهم نصب عيوننا، أن اليمني المغترب اليمني يعاني من ويلات الحرب في البلاد، وأيضا يعاني من القرارات مكتب العمل وغير مكتب العمل ورسوم سابقة قبل استحداث هذه القرارات الجديدة. وهذه القرارات الجديدة أتت وزادت الطين بلة كما يقولون، وزارت الحمل والعبء على كاهل المغترب اليمني. ولكن السؤال الأهم، أين دور الحكومة اليمنية؟ أين الدور الرئيس عبد الرب منصور هادي، والذي هو متواجد في الرياض ويعيش على مقربة من معاناة المغترب اليمني ويعلم ماذا يعاني المغترب اليمني؟ طيب، يمكن الرئيس عبد الرب يفكر الحكومة. طيب، الرئيس اليمنية والسفارة طيب اليمنية ومنتسبيها طيب هم موجودون هنا في المملكة العربية السعودية طيب في الرياض ناصر، على مقربة لم طيب نسمع بيان ناصر، لم نسمع أي مناشدة طيب ناصر، الملك سلمان أو ولي العهد حفظهم الله وهم أهل الكرم، فلماذا لم نسمع أي مناشدة لا من الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا من السلك الدبلوماسي ولا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن أو التراجع عن هذه القرارات أو عن هذه فرض الرسوم للمغترب اليمني؟ طيب ناصر، يمكن الرئيس والحكومة ينظر الموضوع بنفس وجهة نظرك والمتصل السابق، أنه من حق السعودية فرضها لهذا القرار وهي حر فيما تريد فعله. نحن نقول يا أخي الكريم أن المملكة العربية السعودية وأي دولة لها الحق في فرض ما تريد، ولكن بما أن الرئيس متواجد هنا في المملكة العربية السعودية وهو على مقربة ويعرف أحوال
اليمن ويعرف أحوال المغترب اليمني في السعودية. فأين دور الرئيس اليمني وأين دور الحكومة اليمنية وأين دور السلك الدبلوماسي اليمني في الرياض من هذه المعاناة؟ مع أنهم متضررين من القرار. المغترب اليمني ولا أعباء. ولا تنسى أخي الكريم أن اليمن أو اليمنيين المتواجدين في اليمن في ظل هذه الظروف هو المملكة العربية السعودية أو المغترب في المملكة العربية السعودية يعتبر رافد مهم إلى إخوانه وأبنائه. ممكن هناك تساهل ناصر ناصر في اليمن أقصد ولو طيب بشيء ناصر يسير. البعض يقول أن ربما ناصر طيب اسمعني ناصر المغترب اليمني طيب ناصر اسمعني ناصر اسمعني ممكن البعض يقول أن أنتم كمغتربين عاديين متضررين من هذا القرار وبالتالي ترفعون أصواتكم لأنكم ستتضررون من هذا القرار وستدفعون رسوم. ربما الرئيس والحكومة ومن في معهم من الحكومة في الرياض لن يدفعوا هذه الرسوم، لديهم إقامة حكومية وبالتالي هم مستثنين من هذا القرار. ماذا بيد الحكومة الآن فعله؟ هل إذا ما طلبوا باستثناء هل تعتقد أن المملكة العربية السعودية ربما تستثني اليمنيين؟ نحن نتحدث عن مليوني يمني مغترب في المملكة العربية السعودية، نتحدث عن مليارات ستدخل المملكة العربية السعودية. حكومة المملكة العربية السعودية حكومة كرم وحكومة حق وحكومة عدالة. ونحن أنا عن نفسي متواجد في المملكة العربية السعودية لأكثر من 28 عام ولم أرى إلا كل كرم من الحكومة السعودية ومن الشعب السعودي ولا أجامل في هذا الكلام. والرئيس عبد الرب منصور هادي إذا كان والحكومة لا يتحملون أي أعباء فلا بد أن ينظرون إلى المغترب اليمني المتواجد في المملكة العربية السعودية الذي يتحمل هذه الأعباء. وأنا أتوقع أنه إذا تدخل الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة والسلك الدبلوماسي والمؤثرين أن هناك سوف يكون إعادة نظر في هذا الموضوع. ولا أقول بس فقط المغترب اليمني، وأيضا هناك المغترب السوري والمغترب الفلسطيني وكثير من المغتربين الذين يعانون أو تعاني بلادهم من حروب وويلات ومشاكل وانتكاسات مثل اليمن. طيب الآن حجم الضرر الذي سيلحق بكم أخ ناصر من هذا القرار وبالتالي كيف سينعكس أيضا على حجم الواردات؟ أنتم الآن أصبحتم ربما المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، أنتم الآن أصبحتم من تدخلون العملة الصعبة لليمن فقط، يعني حجم الإيراد هو يأتي من المغترب، نتحدث عن 4 مليار دولار خلال العام الماضي، كيف سيتأثر ذلك وهذا الموضوع من هذا القرار؟ عفوا أعد السؤال لو سمحت. أقول لك تأثيرات هذا القرار بالنسبة على الحوالات المغتربين وعلى دخل المغتربين بشكل عام، هل هناك تهويل؟ أنا أعترف سابقا أخي الكريم أنه أتوقع أنه لا يوجد بيت في اليمن لا يأتيه رافد من مغترب من المملكة العربية السعودية إلا ما ندر. فالمملكة العربية السعودية أو المغترب بالأصح في المملكة العربية السعودية يمثل رافد رئيسي إلى أهله وأخوانه في اليمن. هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن المغترب اليمني يعاني غير هذه التكاليف أو الرسوم التي طبقت الآن. كان في مكتب عمل 2500 ريال والرسوم الإقامة والرسوم غيرها وغيرها وغيرها. فهذا الرسوم الجديدة هي إضافة إلى كاهل المغترب اليمني وغير المغترب اليمني. أنا أتكلم عن المغترب اليمني بحكم أني يمني ولكن هذه تؤثر على جميع المغتربين في المملكة العربية السعودية. ولكن من هذه القناة التي نشكرها على مناقشة هذا الموضوع ولا سبب في ذلك نناشد الملك سلمان حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية نناشدها بأن تعيد النظر وذلك للظروف التي تعلمها جيدا في اليمن ظروف المغترب اليمني. أنا قابلت اليوم واحد فقلت له يا أخي إيش أنت بتودي عيالك اليمن؟ قال يا أخي أنا بيتي محطم من الحرب، أنا بيتي مدمر، أودي أولادي وين؟ أنا مضطر أقاطعك ناصر، شكرا جزيلا لك وشكرا لكل المعلومات التي قدمتها. لدينا اتصال آخر فقط حتى أستقبل أكبر كم من الاتصالات. لدينا اتصال من الأخ عمر من هولندا، أهلا بك عمر. أهلا وسهلا أخي العزيز، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، ما هي مشاركتك وتعليقك حول الموضوع إذا كانت لديك مشاركة فيما يخص موضوع ونحن نناقش في هذا المحور القرار الصادر بما يخص المغتربين؟ مشاركة قد تكون مختصرة نوعا ما، مع الأسف يعني المواطن اليمني سواء من شمال أو جنوب يذهب للمملكة لطلب العيش ينصدم بالأمر الواقع. الوضع جدا جدا مجري مع الأسف، يعني مع الإجراءات الجديدة هاي ما أنا أعتقد ما راح يقدروا يجدد الإقامات أو يدفعوا الرسوم تبع التابعين لهم وما شابه. ولهذا المغترب اليمني ما أعتقد أنهم يقدروا يغيروا شيء،
واعتقد الهدوء والقبول بالامر الواقع هو شيء مهم. هذا الامر نحن نناقش فيه طبعا الجهات المعنيه، الحكومه هي اللي لازم تتدخل بالوضع. انا كنت من سابق في المملكه وضغط فيها الويل بسبب شخص ظالم، يعني كفيل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل فيه، واراد الله لي الخروج من هذاك البلد. يعني والله ما لي فيها شغل غير الحرمين فقط. انا اسال الله التوفيق لجميع ابناء اليمن المتواجدين على اراضي المملكه العربيه السعوديه والخروج من المحلقه. هذه هي مشاركتي استاذ العزيز. شكرا لك عمر. لدينا اتصال اخر. انس الصرمي، اهلا بك انس. يا مرحبا يا اهلا وسهلا. اهلا بك اخ انس، مشاركتك في الموضوع. بالنسبه لموضوع الرسوم المرافعه على المرافع فيما يخص بالمغترب اليمني، راح تؤثر بشكل كبير جدا على المبالغ التي ستحول الى اليمن، لان اليمني المغترب داخل المملكه نسبة الإعالة تقريبا نسبة 1 إلى 8. في 8 أشخاص داخل اليمن بينتظروا حوالات من هذا الشخص، يشتغل في بأرقام متدنية جدا وجالس بيشتغل داخل عزبة، والعزبة ساكن داخل الغرفة 4 إلى 8 أشخاص. هذا المغترب ستحصل عليه هذه الإضافات بشكل مش طبيعي، واللي عنده العائلة تبعه داخل السعودية كذلك بإضافة المرافقين سيكون نسبة المبلغ الذي سيعطى أو سيكلفه في أكثر من الراتب، أحيانا الراتب نصف، أحيانا يعني ضعف الراتب. يعني بشوف ناس جالسة بتجدد علشان تجدد إلى مدة سنتين 40,000 سعودي في خلال السنتين. هذه المبالغ يعني طائلة جدا، قد تكون العالم كله بيتأثر، والسعودية الحق أنها تصدر قراراته، لكن السعودية اليوم بتشن حرب كبيرة جدا على اليمن، وطالما هي جالسة تشن حرب على اليمن وبغض النظر على علامة الاستفهام على عاصمة الحزم، لكن اليمن متأثرة جدا، ومركز اليمن سلمان للإغاثة، مركز اليمن سلمان للإغاثة قد يكون هذا جزء من ضمن الإغاثة. عندك نصف مليون داخل شغال بشكل بطاقة زائر، وفي ناس من الأول موجودين بشكل مغتربين، اتفاقية الحدود ما قبل اتفاقية الحدود، اتفاقية الطائف، ما في أي اعتبارات. يعني قد لا يكون لبقية الجنسيات أي شيء أو علامة تحتها خط أحمر. شكرا لك أنس. أنا مضطر قاطعك، لم يعد لدي كثير من الوقت. شكرا لك أنس من كندا، كنت تحدث عن الموضوع. وأيضا أشكر كل من تفاعل معنا من خلال البث المباشر بالتعليق على الفيسبوك، وشكرهم لقناة بلقيس، هذا واجبنا في قناة بلقيس، لأن صوت لكل يمنيين، وسنظل ونتابع معكم كل ما يخصكم وبالتالي قضايا المغتربين في المملكة العربية السعودية وغيرها من بقاع الأرض. في الفقرة الأخيرة، فقرة أنت المراسل، هذا الأسبوع وصلنا مقطع مصور لشاب يمني يرقد في إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية، يواجه مع وضع مؤسف. هو يلخص لنا قصته من خلال المقطع التالي، نتابع. رحمن صالح البسيسي من أبناء مديرية قاع طبا محافظ ضارع، تخرجت من الثانوية العامة بمعدل 93 القسم العلمي. قضيتي ومعاناتي بدأت بدخول الحوثيين صنعاء كما أغلب اليمنيين، وذلك بمداهمتهم سكان طلاب الضارع المتواجد في أنذاك، ونهب الحوثيين ملفاتي واعتقالي لي 12 يوما. بعد خروجي طالبت الحوثيين بملفي ولكن رفضوا إعطائني إياه. تسارعت الأحداث يوما بعد يوم، كنت أبحث عن حل مصيبتي في حلقة مفرغة، وكل شيء متوقف في حياتي إلا بحثي عن حل مشكلتي ولأتم حياتي المعرفية. التحقت بمأرب مثل الكثيرين بحثا عن المساعدة والمساندة من أجل الوصول لوثائقي وطلب المنحة إلى ألمانيا من المسؤولين في الشرعية، ولكن لا شيء يتحقق رغم الوعود. أما أنا الآن فهنا في السعودية بشرورة بعد حدوث الالتهابات لي في عظام الحوض نتائج عن معاناتي السابقة بالمعتقل. تجددت الآلام وتفاقمت بعظام الظهر والأرجل، فبدل بحث المنحة صارت بحث عن علاج لآلام تتفاقم وتآكل بعظام الرجل الجانب الأيسر والمفصل نفسه بسبب انسداد الأوعية الدموية وعدم وصول الدم الكافي إلى المفصل، مما أدى إلى تآكله، وصرت أحتاج إلى عملية زراعية عظمة ممتلئة بأوعية دموية تغذي المفصل الرجل الجانب الأيسر، وهذه العملية مستعجلة، إذا لم تتم سيتأثر المفصل بأكمله ويضمر، وبعدها سأحتاج إلى عملية أكبر وأخطر لا سمح الله. أطالب الحكومة الشرعية الممثلة في وزارة الصحة الاهتمام بموضوع علاجي، كوني قد تعرضت إلى الاعتقال والأذى الجسدي الذي تسبب لي بعد قدرتي بعدم قدرتي على الحركة،
والتعاون معي لإجراء العملية وتدخل العلاج العاجل. أيضا أطالب وزير التعليم العالي بمنحي منحة دراسية لإكمال دراستي، وأتمنى أن لا يخيب ظني فيهم. أملي بالله كبير بشفائي وعودتي لإتمام دراستي ثم فيكم. إذا تابعنا هذه الفقرة في آخر حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في الختام تحية طاقم البرنامج، كونوا بخير.